شروق فتحت مطعم بيتزا. يلا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا دكتور فود، تعال قيم لي البيتزا هون. تفضل. ابو جون شكل اليوم شو بيتميز؟ من سنه 78 نحن بنعمل بيتزا، متخصصين بالبيتزا لبنيز امريكان بيتزا. مرحوم بيي هو كان يعمل بيتزا وانا كملت فيها. العجينه هي اللي بتميز البيتزا عنا. كان اليوم عم نحكي منا بيتزا ايطاليه، منا رقيقه. صحيح. بركي في زبون قال لك انا عبالي يكون عجينه رقيقه، بنقدر نعمل اياها رقيقه، بتطلع محمصه وكل شيء. اكيد. شو افضل نوع بيتزا عندك موجود هون عندك بينباع كثير؟ هلا اكثر نوع بينباع هو الفور تشيز. هلا انا بالنسبه لي دائما بيتزا ايطاليان. ليش رحت على الامريكان ستايل مع انه الاوريجين للبيتزا واصول البيتزا تكون ايطاليان؟ وقت بلش البابا من حوالي 50 سنة بلش، يمكن كمان قوش المحل، انا اكيد ما كنت خلقان بس بيخبروني الماما بتخبرني، رجع صار يطورها عمل امريكان ستايل بيتزا. من اليوم الامريكان بيتزا لها زباينها والايطاليان بيتزا لهم زباينها، ما بيجتمعوا ببعض. ممكن يجتمعوا لانه بيحب البيتزا بيجرب الايطاليان بيشوف الفرق بين الامريكان بيتزا والايطاليان بيتزا. ممكن يجرب بس بيصف يا ميلة إيطاليين يا أمريكا. مزبوط هيك. ليه اليوم ما جمعت الاثنين سوا فرد محل مشان تكسب نوعين من الزبائن؟ دكتور فود أنا صار لي 8 سنين مستلم المحل، أنا كملت بيلي بلشوا بيي، طورت الأيتمز، صار في أيتمز زيادة والناس كلها حبتها الحمد لله، يعني الفيدباك عم بيكون كتير منيح. يلا إذا طلبنا نحن الفورتشيز اللي أنت بتعملها وطلبنا بيتزا تاني مقابلة رقيقة، عم بتعملها إياها؟ بقدر أعملها رقيقة بس بالأمريكان ستايل بيتزا بنفس العجينة، مش إيطاليين بيتزا على الطرف. ما هي النكهة نكهة واضحة الاثنين، خلينا نشوف الفرق بيناتهم. طيب بنطلب وحدة فورتشيز. وشو بدك تطلبي؟ انا رح اخذ سجق، نص يكون سجق لجرب اللي انت قلت عنه، وبدي وحده تكون كلها خضره. شو في شيء بلا عنكم مميز ابيتايزرز؟ في كريسبي بلاتر اذا بتحبوا مع توم البيت اللي ماما بتعملهم. طيب يلا هات لنجرب. رح احط البطاطا والكريسبي بالزيت. بدي مشيهم. يعطيك العافية شيف. الله عافيك. شو الاسم؟ عيد. على راسي شيف عيد. شو زبورة الدجاج؟ جود. عملها تدبيري يعني طحين وبيض وكعك وهيك؟ 100%. ريحة طيبة. بتحسوا يعني كأنه الوالدة عملته بالبيت. صحتين. طيب كتير صراحة. شو نوعية الكعك اللي بتحط عليه؟ كعك مدقوق. بيجي ناعم ولا لا؟ من ناعم ناعم على الآخر، يعني بيجي شوية خشن. طيبة صراحة. شو رأيك بالتومية تبعهم؟ منيحة التوم، منا عاطلة. صحتين. من وين حضرتك شيف؟ أنا من سوريا. والله أنت السوريين شغيني والله. المطبخ السوري من أفضل المطابخ العربية. نقمتهم طيبة السورية صحيح. جيبوا لنا البيتزا بليز. هاي الصينية بدنا نرققها. لا بنرجع بنوسعها. بنرجع بنحط لها جبنة الموزاريلا. بنرجع نبرش لها وشها المونتاج. بنحط لها بندورة. بنحط لها فليفلي فطر، بنحط لها زيتون، بنحط لها السجن، بنحط لها ذرة. هاي خلصت. هلا بدنا نبلش بالدبل فور تشيز. دبل فور تشيز تاخد عجينتين بنحطها بالفرن، نرجع نجيب العجينة الثانية، نحط لها زيتون، نرجع نحط لها فطر، بنحط جبنة، بنحط لها إيمونتال، نرجع نحط لها تشيدر. بنجيب الثاني من الفرن بنشيلها وبنحطها فوقها، بنحط لها صوص، بنحط لها جبنة إيمونتال، بنحط لها تشيدر. يلا هلا بنحطهم اثنينهم بالفرن، بدهم من 10 دقائق ل 12 دقيقة بيكونوا خالصين. بلش بالسجوق. اوه العجينة هش طيبة، كمية الجبنة كتير. اوكي. واللي مخليها تناسب مع الطعمة هو السجوق كسر من طعمة الجبنة. طيبة، فكرة مين كانت السجوق على التوب؟ نحن بيتزا سجوق بنعملها من كتير كتير زمان على ايام المرحوم بيي، من فوق ال20 سنة. وعندي شغلة اسألك اياها، الحياة الطبيعية وقت اخترعوا شيء اسمه سجوق بيعملوا بلاس سجوق بينزل مكبلات مع المازة اللبنانية او بيعملوا ساندويتش. هلا اذا نحن بنروح عمالة الساندويتش بنقول مثلا سجوق مايونيز خس كبيس سجوق وبندورة مشوية وبيوصل لك خبز بيعطوك اياه، صح؟ صحيح. انت ليه ما عملتها هيك بالبيتزا؟ بيتزا تركتها مثل ما هي كعجينة وجربت انه
يعني حط كذا طعمه فيها. اليوم انا بدي اعمل مثلا تشيكن باربيكيو بيتزا. نعم. الساندويتش باربيكيو اللي هو متعرف عليه هلا بلبنان تبع البونلس. بدك تعمل باربيكيو بيتزا، هن زيتهم قالوا لنا على البيتزا طيبه، ما بدي اوقف عن كلمه طيبه، بس انا اليوم بهيدا البيتزا كيف فيك تعملها مثلا تحط المايونيز مع الكبيس وخشيت حط رشه جبنه علي من فوق الظهر. انا كمان عم فكر بهيدي الفكره لانه عندنا ساندويتش سجق للي بيحبوا ساندويتش، بس بنفس الوقت الفكره ابدا ما خطرت على بالي، هي اول مره. بس هي طيبه كثير، برافو لك، طيبه بيتزا فيجيتيري صراحه حبيتها كثير انا من العجينه. طيبة الثين كراست عندك الحشوة طيبة تبعت الفيجيتابلز، عجيني غريبة بس فيه مزبوط كتير منيح من تحت وتقرش مثل البسكوي زي كأنه البيتزا اللي بتعمليها امي. طبقتين فوق بعض صحيح، بين كل عجينة وعجينة كمان حاطط جبنة صحيح وحاطط صوص مزبوط. في بقلبها زيتون، زيتون وفطر فريش، هي مميزة يا زلمة. بس تيجي تقول هذه بيتزا كون عم كذب لك، بس مميزة فيها كتير جبنة. أول ما شفتها فكرت نزلت لي شيكاغو بيتزا، بيجي يقول لك أنا مثلا هذه أطيب بيتزا بلبنان، بقول لك هذه أنت مميز فيها بكل لبنان، لا طيبة طيبة. إذا اليوم بدها تيجي شروق تقول لي دكتور فود قد إيه بتعطيه على 10 محل بيتزا، حأجي أقول لها هذا المحل خالق هوية له بطريقة عجينة بيتزا بطريقة أجمام بقلبها عن السوق كله سوا، فأنت اليوم الريت بتاخذه لإلك ما بتقارن مع حدا تاني. صغار بحبوا هيك قصص كتير، هيك شيء هيدي محتوى عندك بتجذب كتير عالم من وراها، واليوم العالم الموجودة على السوشيال ميديا كتير بحبوا الجبنة والتشيز. وانا لقلي انا بيجي لهون باكل هيدا، يمكن هيدا الشيء استعملته بكل صراحة للناس يلي بتحب الجبنة هالقد، كمان تقدر اجذب الناس. شو البست سيلر ايتم عندك؟ بيتزا العادية، سجق لبنانيز، تشيكن باربيكيو. سجق قصة صراحة، انت القصة وانت كل انسان لبناني لازم يقدرك ويحبك ويحترمك، هيدي مش عن سبيل مجاملة او اي شيء تاني، انت رفعت علم لبنان بالعالي كتير. نحن بمحبتكم محبة اللبنانية، لان انا عطول بقولها الانسان بينجح ببلده وبين اهله وبعدين بينطلق لبرا، محبتنا محبه ولاد بلدنا لنا وجمهورنا اللبناني هو خلينا نوصل لكل العالم. تستاهل كل الخير. شو عندك ديزرت مميز للحقيقه هلا بعد ما عنا؟ في مشروع طلق من مصر وانفتح بكل دول العربيه اسمه باللبن، فكرته هينه، رز بحليب بتزيد فوق منه كراميل او لوتس او شقف مانجو عليها، وكل كانك عامل محل كريب بس تعمل رز باللبن وما بيكلف شيء، يعني الوالده بتعمل لك رز بحليب بكاسات وبتحطهم بالبراد، اجاك بلا بتطلق رز بحليب بقلب البلا، تطلق التوبينج فوق منه بتنزلها يا زلمه، ورح تكون خفيفه بعد البيتزا ورح الناس تتقبلها. ضروري تستعمل الرز المصري لانه حلو وفي نشا كثير. جريت جريت اوكي اكيد. دكتور فود على 10 قديش بتقيم مطعم ابو جان للبيتزا؟ هلا بيتزا قدر طلع منا بمحتوى على السوشيال ميديا، وصل اسم محله لكثير عالم، انا هيدي البيتزا الرقيقه انا بعطيها 10 على 10، هيدي كمحتوى كسوشيال ميديا كمان بتستاهل 10 على 10. Fair enough. بدنا الحساب بليز. اكلنا عند ابو جان بشكه طلع حسابنا 43 دولار. اذا جربتوا ابو جان بيفور اكتبوا لنا بالتعليقات وقولوا لنا رايكم بالبيتزا هون.